الرئيسان السيسي وماكرون يشددان على ضرورة التوصل لتسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين. مصر تواصل فتح معبر رفح لاستقبال المساعدات الإنسانية والإغاثية وتسليمها إلى قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن استقالة رئيس المخابرات العسكرية على خلفية أحداث 7 أكتوبر. 3 مساء بتوقيت القاهرة، 1 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بكم. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بما يتفق مع الطابع التاريخي والاستراتيجي الذي يميز التعاون بين الدولتين. كما ناقش الاتصال تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث تمت استعراض المستجدات الخاصة بالجهود الرامية للتوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار وتبادل المحتجزين وإنفاذ المساعدات الإنسانية. كما تمت مناقشة جهود البلدين لتقديم الخدمات الطبية للجرحى والمصابين الفلسطينيين، بما يخفف من وطأة المأساة الإنسانية بالقطاع. وقد تطرق الرئيسان كذلك إلى التطورات الإقليمية في إطار التصعيدات الأخيرة، وحذرا من خطورة الانزلاق وانزلاق المنطقة إلى حالة واسعة من عدم الاستقرار، بما يفرض الالتزام بأعلى درجات الحكمة وضبط النفس. واتفق الرئيسان على ضرورة وقف التصعيد على مختلف الأصعدة، مشددين على أن التواصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين يمثل السبيل نحو استعادة وترسيخ الأمن والسلام والاستقرار لجميع شعوب المنطقة. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرص الحكومة على تعميق التعاون مع دولة الإمارات في مختلف المجالات، لا سيما في مجال التعاون الاقتصادي الذي يشهد تطورا ملحوظا خلال الآونة الأخيرة. جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع محمد سعيد مدير الديوان الأميري لإمارة الفجيرة بدولة الإمارات، لاستعراض خطط التوسع المستقبلية في السوق المصرية في مجال النفط والغاز. وخلال الاجتماع تم استعراض الاتفاق المبدئي بين الحكومة وإمارة الفجيرة وشركة بروج للاستثمارات والغاز بشأن إنتاج وتخزين وتداول واستيراد وتصدير وإعادة تصدير وتكرير البترول ومشتقاته. هنأ رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى 42 لعيد تحرير سيناء وعودتها إلى حضن الوطن. وتقدم رئيس الوزراء بالإنابة عن أعضاء الحكومة بأصدق التمنيات للرئيس السيسي بهذه المناسبة التي ستظل دائما وأبدا فخرا لكل المصريين. أشاد مدبولي بالتوجيهات المستمرة للرئيس الجمهورية ببذل قصارى الجهد من جميع أجهزة الدولة من أجل تحقيق التنمية في ربوع سيناء وبناء المجتمعات العمرانية الجديدة وتوفير فرص العمل في إطار المشروع القومي الكبير لتنمية شبه جزيرة سيناء. رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي برقية تهنئة للفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بمناسبة الذكرى 42 لعيد تحرير سيناء. وعبر رئيس الوزراء بهذه المناسبة عن أخلص التهاني القلبية للقائد العام للقوات المسلحة ولجميع رجال القوات المسلحة البواسل من ضباط وضباط صف وجنود، معربا عن تمنياته لهم بالتوفيق والسداد من أجل مواصلة مسيرة النهضة التنموية التي تشهدها البلاد. بعث وزير الداخلية محمود توفيق برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة
بمناسبة الاحتفال بذكرى تحرير سيناء. وقال وزير الداخلية في برقيته إن النضال والكفاح الوطني لا يقف عند حد ساحة المعارك، وإنما يمتد إلى كل عمل مخلص وإرادة صلبة تتواصل مع عهد يتجدد على البذل والعطاء والتضحية لدفع مسيرة الوطن نحو التقدم والاستقرار. كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بالذكرى 42 لتحرير سيناء. قال وزير الداخلية في برقيته إن المؤسسة العسكرية تظل رمزا للتحدي والصمود والعطاء والزود عن الوطن والعرض، ومهدا للتضحية من أجل رفعة الوطن واستقلاله. تواصل مصر جهودها لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة. وفي هذا الإطار تواصل السلطات المصرية فتح معبر رفح منذ بدء العدوان على غزة وعدم إغلاقه من الجانب المصري. أعلن المركز الإعلامي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عن انطلاق القافلة السابعة للمساعدات الإنسانية والإغاثية والعلاجية للأشقاء الفلسطينيين. القافلة تضمنت أكثر من 167 قاطرة محملة بأكثر من 2985 طن من المواد الغذائية والأدوية وألبان الأطفال ومستلزمات طبية وخيام. يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة. يواصل معبر رفح البري فتح أبوابه أمام دخول شاحنات المساعدات الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة، بالإضافة إلى دخول شاحنات الوقود. وشهد المعبر اليوم اصطفاف أكبر عدد من الشاحنات للمساعدات التي تستعد للدخول تباعا لمنفذي كرم أبو سالم والعوجة في ظل إجراءات التدقيق الصعبة من قبل القوات الإسرائيلية التي تعرقل وصول أكبر عدد من المساعدات. المزيد مع محمود جميل مراسل التلفزيون المصري. أهلا بكم وبكل السادة المشاهدين، نجدد الترحيب بحضراتكم من أمام معبر رفح البري. لازلنا نتابع معكم الجهود المصرية المبذولة لإدخال المساعدات الإنسانية عبر بوابة معبر رفح التي لم تغلق يوما واحدا أمام دخول هذه المساعدات. ربما اليوم نلاحظ أنه من أكثر الأيام التي يتواجد بها أكبر عدد من الشاحنات المصطفى أمام بوابة معبر رفح تمهيدا للدخول، ولعل الصورة تكون واضحة الآن من اصطفاف هذه الشاحنات. بعض الشاحنات التي تحمل أطنان من الدقيق وأيضا الخضروات، بالإضافة إلى بعض الشاحنات التي تحمل بعض المستلزمات النظافة الشخصية وأيضا الأدوية والمستلزمات الطبية. كل هذه الشاحنات على مرمى البصر تصطف أمام المعبر تمهيدا للدخول في الدفعة الثانية عقب دخول الدفعة الأولى التي دخلت صباح هذا اليوم. هذا بالإضافة إلى الشاحنات التي تتواجد خارج معبر رفح في ساحة
الانتظار بالإضافة إلى الشاحنات التي تتواجد أيضا في مدينة العريش وتأتي تباعا للدخول. عندما تحدثنا اليوم مع بعض السائقين عن كم هذه الشاحنات التي لا حصر لها، تحدثوا على أن عدد الشاحنات تخطى الآلاف المتواجدة أمام معبر رفح وأيضا في مدينة العريش، لكن يتبقى على الجانب الإسرائيلي أن يسمح بدخول أكبر عدد من الشاحنات، لأن هناك بعض الإجراءات والتدقيق في هذه الشاحنات يأخذ بعض الوقت، وأيضا يعني تقوم القوات الإسرائيلية بعودة ورفض بعض الشاحنات والمساعدات وعودتها مرة أخرى إلى معبر رفح لتنتظر الدخول في دفعات متتالية. بالإضافة أيضا إلى هذه الشاحنات، التحالف الوطني العمل الأهلي التنموي أعلن عن انطلاق القافلة السابعة التي انطلقت من القاهرة وربما ستصل مساء اليوم إلى معبر رفح البري تمهيدا لدخولها عقب بالطبع القافلة السادسة التي دخلت إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى شاحنات الوقود أيضا التي تدخل تباعا إلى القطاع وأيضا استقبال الجرحى والمصابين. إذن مجهودات مصرية كبيرة لدخول المساعدات الإنسانية المختلفة لدعم الأشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كل الدعم والمساندة للأشقاء داخل قطاع غزة. هذه هي الصورة من أمام معبر رفح البري، عودة إليكم في الاستوديو مرة أخرى. بحث وزير الخارجية سامح شكري مع مدير عام المنظمة الدولية للهجرة أمي بابا الوضع في غزة والاحتياجات المتزايدة لتوفير المساعدات الإنسانية والمناطق الآمنة لإيواء النازحين. وخلال اللقاء أكد شكري حرص مصر على تبني منهج شامل لحوكمة الهجرة، بحيث لا يقتصر على الجوانب الأمنية فحسب، وإنما يهتم بالجوانب التنموية المرتبطة به. كما ثمن شكري التعاون القائم مع المنظمة في تعزيز سبل الانتقال الشرعي للعمالة وسد الفجوات القائمة في أسواق العمل. ثمن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى الدور المحوري الذي تطلع به مصر منذ بداية الأزمة في غزة، والذي يأتي في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه مصر لشعب فلسطين الشقيق. جاء ذلك خلال لقاء عقده السفير إيهاب سليمان سفير مصر في رام الله مع رئيس الوزراء الفلسطيني، حيث شهد اللقاء تبادلا للرؤى حول الأوضاع الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في قطاع غزة، وكذلك الأوضاع في المنطقة الغربية، كما تم بحث أطر استمرار تعزيز العمل المشترك لتخفيف المعاناة وإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بشكل عاجل، والتأكيد على ضرورة الوقف الفوري للعدوان الذي يتعرض له القطاع. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. دكتور إكرام، يعني جهود مصرية حثيثة تستمر لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في محنته الحالية وأمام الممارسات الإسرائيلية التعسفية التي ما زالت تقوم بها قوات الاحتلال، كيف تسمن الدور المصري المحوري في هذا الإطار؟ بالتأكيد مصر بتبذل جهود هامة وحثيثة ومقدرة حقيقة من العالم ككل لدعم الأشقاء الفلسطينيين وعلى مختلف المستويات الحقيقة، يعني سواء على مستوى دبلوماسي أو على مستوى إنساني أو على المستوى السياسي والمستوى القانوني. نعم. مصر من الناحية الإنسانية بذلت جهود كبيرة، أبقت على معبر رفح مفتوح طوال هذه المدة ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي، ولم يغلق المعبر في أي وقت من الأوقات، وكانت الإعاقة تأتي من الجانب الآخر، وبالتالي وجدنا أن هناك مساعدات إنسانية دخلت عبر معبر رفح، سواء كانت مقدمة من دول العالم المختلفة أو مقدمة من مصر، وده كانت النسبة الأكبر أو النسبة الغالية.
في أيضا المساعدات الإنسانية المصرية كانت تتضمن أغذية، كانت تتضمن المستلزمات الطبية. أنا عاوز أقول أيضا أن المساعدات المصرية لن تقتصر فقط على البر أو المعبر البري فقط، وإنما أيضا شاهدنا مساعدات إنسانية تلقى من جانب سلاح الجو المصري وبالمشاركة مع دول عربية ودول صديقة بهدف تخفيف المعاناة التي يعاني منها الأشقاء الفلسطينيين في غزة في ظل هذه الهجمة الشرسة الإسرائيلية وفي ظل سياسة التجوية التي تتبعها سلطات الاحتلال. نعم، ماذا عن الجهود الدبلوماسية إذن في نفس السياق، خاصة أن وزير الخارجية سامح شكري التقى وزير الخارجية الفلسطيني، ويعني هناك نوع من التراجع لدى المجتمع الدولي وفشل من مجلس الأمن الدولي في التصويت لصالح إسرائيل والاعتراف بالدولة الفلسطينية. ده صحيح، وشوفنا احنا عجز مجلس الأمن عن اتخاذ قرار ملزم نتيجة للفيتو الذي استخدم نقول عدة مرات الحقيقة في الأشهر القليلة الماضية ومنذ بداية الأزمة. الجهود الدبلوماسية المصرية جهود مقدرة، سواء على مستوى الدبلوماسية التقليدية والسياسات الخارجية، وأيضا ودي نقطة مهمة قوي على مستوى دبلوماسية القمة أو الدبلوماسية الرئاسية. شفنا التحركات والاتصالات المصرية المكثفة في هذا الشأن، واللي أدت ربما إلى تعريف العالم بحقيقة الأوضاع في غزة وما يحدث فيها بعد سياسة حاولت إسرائيل اتباعها من الناحية الإعلامية وهي التغطية الإعلامية على ما يحدث فيها. نعم، هناك أيضا الإشادة الواضحة من رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى بعد لقائه لوزير الخارجية شكري بالجهود المصرية التي ما زالت تستمر وتسير في خطوط متوازية لدعم الأشقاء الفلسطينيين. ده صحيح، الجهود المصرية الدبلوماسية مستمرة، وأنا عاوز أقول حتى أنها ليست بصدد هذه الأزمة فقط، بل مصر مستمرة في دعمها على مختلف المحاور وعلى المحور الدبلوماسي للأشقاء الفلسطينيين، الدفاع عن حقوق المشروعة. أيضا أحد الثوابت في الموقف المصري هو الدعوة إلى حصول الفلسطينيين على حقوق المشروعة من خلال حل الدولتين ووفقا للشرعية الدولية وإنشاء دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على الأراضي الفلسطينية التي احتلت في عام 67. كل دي يعني ثوابت في الموقف المصري. نعم. وضاف أيضا إلى الناحية القانونية أو المستوى القانوني، شفنا أن مصر قدمت مذكرة إلى محكمة العدل الدولية، كان في مرافعة شفوية. كل دي محاور مختلفة لدعم الأشقاء الفلسطينيين بتسير عليها مصر في مساعدتهم في العمل على التخفيف على ما يعانون من أزمة نتيجة. نعم، لكن أخيرا دكتور إكرام، ماذا عن التصعيدات الأخيرة في المنطقة وتأثيرها على هذا المسار الذي يجب أن نصل إليه دوليا من أجل دعم القضية الفلسطينية؟ طبعا هو في تصعيد خطير شاهدناه في الفترة السابقة، وده أنا عاوز أقول مصر حذرت منه ومنذ البداية، والقيادة المصرية حذرت من تداعي الأوضاع وخطورة انجراف أطراف أخرى. شفنا في هذا الإطار ما حدث في البحر الأحمر وتأثيره على الاقتصاد العالمي وعلى الملاحة الدولية في هذه المناطق الهامة وتأثيرها على التجارة الدولية. شفنا أيضا التوترات الأخيرة بين إيران وبين إسرائيل ووجود هجمات متبادلة، وده الحقيقة بيعكس صحة وجهة النظر المصرية واللي تم التحذير منها، ضرورة احتواء ما يحدث في غزة في أقرب فترة ممكنة حتى لا تحدث تداعيات تهدد أمن واستقرار المنطقة بأكمله. أشكرك جزيل الشكر الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. بحث وزير الخارجية أنتوني بلينكن مع وزير الدفاع الإسرائيلي الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح المحتجزين. وناقش الجانبان خلال مكالمة هاتفية زيادة تدفق المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين في غزة، كما شدد بلينكن على أهمية التدابير الرامية إلى تهدئة التوترات في المنطقة. وعلى صعيد متصل بحث أيضا بلينكن مع عضو حكومة الحرب الإسرائيلية الجهود المبذولة لضمان عدم انتشار الصراع في غزة،
مشيرا إلى الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار يضمن إطلاق سراح المحتجزين واتخاذ خطوات إضافية لتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين. ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي أن رئيس المخابرات العسكرية أهارون هاليفا استقال وأنه سيترك المنصب بمجرد تعيين خلفا له. وفي تصريحات له العام الماضي قال إنه يتحمل المسؤولية عن إخفاقات المخابرات التي سمحت بأحداث 7 أكتوبر الماضي. غزة اتدمرت، ما بقاش حاجة. استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين جراء العدوان على قطاع غزة، حيث طالت عمليات القصف الإسرائيلي مناطق متفرقة وسط وجنوب القطاع. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف شرقي مخيم المغازي بوسط قطاع غزة بالتزامن مع استهداف غارة إسرائيلية للمنطقة الجنوبية الشرقية لخان يونس جنوب القطاع. واستشهد فلسطينيون وأصيب آخرون في غارة استهدفت مسجد التقوى في مخيم البريج وسط قطاع غزة، بينما استهدفت غارة شمال مخيم النصيرات في وسط القطاع، وأخرى استهدفت مدخل مخيم البريج في وسط قطاع غزة. هذا وقد ارتكب الاحتلال الإسرائيلي 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 54 شهيدا و104 من المصابين خلال الساعات 24 الماضية. وأظهر التقرير الإحصائي اليومي للسلطات الصحية في غزة في اليوم 199 من العدوان على غزة ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 34,151 شهيدا و77,084 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي. وحذرت وزارة الصحة الفلسطينية من أن تنفيذ الاحتلال لوعوده باجتياح رفح الفلسطينية يعني القضاء على القليل المتبقي من منظومة العمل الصحي وحرمان السكان من أي خدمات صحية، بالإضافة إلى تعرض المئات من السكان لخطر الموت نتيجة لهذا الأمر. أعلن مسؤول صحة فلسطينيون ميلاد طفلة من رحم شهيدة فلسطينية سقطت مع زوجها وابنتها الأخرى في هجوم إسرائيلي على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. وضعت الطفلة التي نجت من الموت بفضل العناية الإلهية في حضانة بإحدى مستشفيات رفح، وستبقى لفترة تتراوح من 3 إلى 4 أسابيع بحسب الأطباء. من الموت تنبع الحياة، ومن الألم يولد الأمل. في هذا المستشفى الواقع في رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة ولدت هذه الطفلة من رحم سيدة فلسطينية استشهدت مع زوجها وابنتها الأخرى في عدوان إسرائيلي. محمد سلامة الطبيب الذي يعتني بالمولودة قال إن الأم وصلت شهيدة إلى المستشفى وأتم إجراء عملية قيصرية طارئة للحفاظ على حياة الطفلة. بعد حوالي 7 شهور من الحرب الضارية هنا في قطاع غزة، استهداف العائلة من العائلات وقصف للمكان العائلة جودة، حوالي الساعة 12 مساء أو الساعة 11:50 دقيقة بالضبط فعليا وصلت الإصابات إلى كل المستشفيات في رفح، وكان وصول الأم صابرين السكني إلى هنا
الأم كانت شهيدة وهي حامل في هذا الطفل الجميل. وأضاف سلامة أن الطفلة تزن 1.4 كيلوغرام وولدت وحالتها مستقرة وتتحسن تدريجيا، حيث إن المولودة وضعت في حضانة أطفال وستبقى بأحد مستشفيات رفح لفترة تتراوح من 3 إلى 4 أسابيع. لما خرج الطفل في وضع كان ما بين المتوسط والحرج، حاليا بعد تقديم الرعاية الطبية منذ الليل لحد الآن يعني خلال الساعات الفاتة كان الأمر يتحسن تدريجيا، حاليا نقدر نقول أن الوضع مستقر على المتوسط، لكن الطفل تحت الرعاية الطبية حيمكث حوالي من 3 أسابيع إلى 4 أسابيع في الحضانة. وهكذا كتب القدر على هذه الطفلة أن تبدأ حياتها يتيمة الأب والأم، حالها كحال أكثر من 17,000 طفل في قطاع غزة باتوا يتامى، وذلك بحسب تقرير جديد لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا. هذا وقد أعلنت الشرطة الإسرائيلية اعتقال منفذي حادث دهس في القدس المحتلة. وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن إسرائيليين 2 أصيبا بجروح إثر عملية الدهس، وأن الشرطة عثرت على سلاح قرب مكان العملية بعد أن فر المنفذان من المكان، فيما أسفرت عمليات التمشيط والبحث بمروحية عن تحديد مكانهما واعتقالهما. أعرب وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألبياس عن قلقه من امتداد الصراع إلى لبنان، معتبرا أن أبعاد الصراع ستتغير. وعلى هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، طالب وزير الخارجية الإسباني بوقف دائم لإطلاق النار مع خطر امتداد العمليات العسكرية الإسرائيلية إلى رفح، كما طالب بفتح جميع النقاط البرية لتقديم المساعدات للمدنيين في غزة. شدد وزير الخارجية الإسبانية على أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية أمر ضروري للغاية، إذ كانت هناك إرادة للحل السياسي للوضع بالشرق الأوسط. تبادلت إسرائيل وحزب الله اللبناني القصف المدفعي على طول الحدود. وأوضح حزب الله أنه تم استهداف مبنيين يستخدمهما جنود الاحتلال في منطقة المطلة، وتم تحقيق إصابات مباشرة. كما أعلن الحزب أنه أسقط طائرة إسرائيلية مسيرة كانت في مهمة قتالية في جنوب لبنان. أعلن ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أن الفترة الأخيرة شهدت عدة تصريحات لمسؤولين إسرائيليين على رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تحمل مزاعم وادعاءات باطلة حول وجود عمليات تهريب للأسلحة والمتفجرات والذخائر ومكوناتها إلى قطاع غزة من الأراضي المصرية بعدة طرق ومنها الفاق. وزعمت هذه التصريحات وجودها بين جانبي الحدود. وأوضح رشوان في بيان أن هذه الادعاءات الكاذبة لا تخدم معاهدة السلام التي تحترمها مصر، مشيرا إلى أن الجانب المصري طالب إسرائيل بأن يظهر احترامه لها ويتوقف عن إطلاق التصريحات التي من شأنها توتير العلاقات الثنائية في ظل الأوضاع الحالية الملتهبة.
وأشار رضوان إلى أن مصر تطالب كل من يتحدث عن عدم في قيامها بحماية حدودها أن يتوقف عن هذه الادعاءات في ظل حقيقة أن لها جيشا قويا قادرا على حماية حدودها بكل كفاءة وانضباط. ولفت رشوان إلى أن مصر ستظل تواصل دورها الإيجابي الطبيعي من أجل حل كافة المشكلات في المنطقة، مضيفا أنه لن تنجح هذه الادعاءات الكاذبة في إثناء مصر عن القيام بمسؤولياتها الداخلية والإقليمية والدولية. نشرة الثالثة تتواصل معكم على شاشة التلفزيون المصري. استقبل الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد في قصر بغداد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يزور العراق حاليا. وشدد الرئيسان خلال اللقاء على أهمية تكثيف الجهود لتدعيم أمن الحدود، وتم التأكيد أيضا على وجوب وقف العدوان على غزة ودعم الشعب الفلسطيني الشقيق في نيل كامل حقوقه المشروعة التي ضمنتها الشرعية الدولية. وبدوره عقد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني جلسة مباحثات مع الرئيس التركي في القصر الحكومي ببغداد. وتعد زيارة أردوغان للعراق هي الأولى التي يقوم بها رئيس تركي منذ عام 2011. أكد الكرملين أن روسيا ستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان أمنها في حال نشرت بولندا أسلحة نووية على أراضيها. وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف إن الجيش الروسي يحلل الوضع لاتخاذ كل الإجراءات المضادة المطلوبة لضمان أمن بلاده. كان الرئيس البولندي أندري دودا قد أكد استعداد بلاده وهي عضو في حلف شمال الأطلسي لنشر أسلحة نووية على أراضيها بحال قرر النيتو تعزيز جبهته الشرقية في مواجهة نشر روسيا لأسلحة جديدة في بيلاروسيا وكالينغراد. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الغرب على حدود الصدام المباشر مع القوى النووية، مشيرا إلى أن روسيا تلمس وجود مخاطر استراتيجية جسيمة تؤدي إلى زيادة مستوى الخطر النووي. وحذر وزير الخارجية الروسي من أن الدول الغربية تتأرجح بشكل خطير على شفا صراع عسكري مباشر بين القوى النووية، وهو أمر محفوف بالعواقب الكارثية على حد تعبيره. أعلنت روسيا سيطرتها على بلدة في شرق أوكرانيا مكثفة ضغوطها للسيطرة على مدينة هناك. جاء ذلك غداة تصويت مجلس النواب الأمريكي على مساعدات عسكرية جديدة لقوات كييف التي تعاني نقصا في الذخيرة. غداة تصويت مجلس النواب الأمريكي على مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا. أعلنت روسيا سيطرتها على بلدة بوغدانوفكا في شرق أوكرانيا مكثفة ضغوطها للسيطرة على مدينة تشاسيف يار. وزارة الدفاع الروسية قالت إن وحدات من القوات الجنوبية حررت بالكامل منطقة بوغدانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. وتقع بوغدانوفكا، وهي بلدة صغيرة كان عدد سكانها ما دون 100 نسمة، على بعد أقل من 10 كيلومترات من تشاسيف يار، المدينة التي يتركز عليها الهجوم الروسي بعد السيطرة على بخموت شرقاً في ربيع 2023. وتقع تشاسيف يار على مرتفع على بعد أقل من 30 كيلومتراً جنوب شرق كرماتورسك، المدينة الرئيسية في منطقة دونيتسك الخاضعة للسيطرة الأوكرانية، والتي تعد محطة مهمة لسكك الحديد والخدمات اللوجستية للجيش الأوكراني. ومن شأن السيطرة على تشاسيف يار أن تتيح للجيش الروسي فرصة التقدم في المنطقة. كان وزير الدفاع الأوكراني روستوم أوميروف قد أقر بأن الوضع متوتر على الجبهة الشرقية،
حيث الجيش الروسي متفوق من حيث العدد. ويأتي إعلان موسكو غداة تصويت مجلس النواب الأمريكي على مساعدة عسكرية واقتصادية بقيمة 61 مليار دولار لكييف بعد أشهر من العرقلة. ويعاني الجيش الأوكراني نقصاً في الذخيرة، بالإضافة إلى صعوبة تجنيد متطوعين جدد بعد أكثر من عامين من حرب أنهكته. وميدانياً لا تسير الأمور في صالح أوكرانيا بعد أشهر من فشل الهجوم المضاد الذي شنته في صيف العام 2023، وباتت روسيا تحتل نحو 20% من أراضيها. بدأ آلاف من أفراد القوات الفلبينية والأمريكية مناورات عسكرية مشتركة في الفلبين. ستتركز التدريبات في الأجزاء الشمالية والغربية من الأرخبيل قرب مواقع متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي وتايوان. في وقت يثير نفوذ بكين المتزايد في المنطقة، هناك مخاوف من نشوب نزاع. بدأ آلاف من القوات الفلبينية والأمريكية مناورات عسكرية مشتركة في الفلبين، وستتركز التدريبات السنوية التي يطلق عليها اسم باليكيتان أو تكاتف في الأجزاء الشمالية والغربية من الأرخبيل قرب مواقع متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي وتايوان. وتطالب بكين بالسيادة على كامل مساحة هذا البحر تقريبا، وتعتبر تايوان جزءا من أراضيها، وتطالب دولا أخرى بينها الفلبين بالسيادة على أجزاء من البحر، حيث تسير الولايات المتحدة دوريات منتظمة. ورداً على تزايد النفوذ الصيني، عززت الولايات المتحدة تحالفاتها مع دول في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بما في ذلك الفلبين، وتعد واشنطن ومانيلا حليفتان بموجب معاهدة بينهما، وقد عمقتا تعاونهما الدفاعي منذ تولي رئيس الفلبيني فرديناند ماركوس منصبه عام 2022. وعلى الرغم من أن الفلبين ضعيفة التسليح، إلا أن قربها من بحر الصين الجنوبي وتايوان سيجعلها شريكاً رئيسياً للولايات المتحدة في حال نشوب نزاع مع الصين. وللمرة الأولى ستتخطى تدريبات المياه الإقليمية للفلبين والتي تمتد إلى حوالي 22 كيلومتراً من سواحلها، ويشارك في المناورات التي تستمر حتى 10 مايو حوالي 11,000 جندي أمريكي و 5,000 جندي فلبيني، إضافة إلى عسكريين أستراليين وفرنسيين. كذلك ستنشر فرنسا سفينة حربية ستشارك في مناورات مع سفن فلبينية وأمريكية، وسيشارك 14 بلدا في آسيا وأوروبا بصفة مراقب. أعلنت كوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً باليستياً غير محدد. وأوضحت هيئة أركان جيش كوريا الجنوبية أن بيونغ يانغ أطلقت صاروخاً باليستياً صوب البحر قبالة ساحلها الشرقي. كما قالت الحكومة اليابانية في تحذير لها إن كوريا الشمالية أطلقت ما يمكن أن يكون صاروخاً باليستياً في تأكيد للإعلان الصادر عن كوريا الجنوبية. اعتبرت شبكة تيك توك أن حظرها في الولايات المتحدة سينتهك حرية التعبير ل 170 مليون أمريكي، وذلك بعد استهدافها باقتراح قانون يهدد بمنعها إذا لم تقطع صلتها بالصين. وتقول الإدارة الأمريكية والكثير من نواب الحزبين الجمهوري والديمقراطي إن تيك توك يشكل خطراً على الأمن القومي، لأن الصين يمكن أن تجبر الشركة على مشاركة بيانات مستخدميها الأمريكيين.
من جديد يثير تطبيق تيك توك مخاوف حيال حرية التعبير بعدما أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون من شأنه حظر التطبيق الشهير في الولايات المتحدة إذا لم تبع شركة بايت دانس الصينية المالكة له حصتها في غضون عام. مشروع القانون وافق عليه النواب الأمريكيون بأغلبية 360 صوتا مقابل 58 وأحيل إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه خلال الأيام المقبلة. وبالرغم من تأكيدات تيك توك على أنه لم يشارك قط أي بيانات أمريكية ولن يفعل ذلك أبدا، تقول إدارة بايدن والكثير من نواب الحزبين الجمهوري والديمقراطي إن التطبيق يشكل خطرا على الأمن القومي، لأن بكين يمكن أن تجبر الشركة على مشاركة بيانات مستخدميها الأمريكيين البالغ عددهم 170 مليون. وقد يؤدي إدراج التصويت على مشروع القانون المتعلق بتيك توك مع تصويت آخر على حزمة مساعدات خارجية إلى تسريع الجدول الزمني للحظر المحتمل للتطبيق بعد تعثر مشروع قانون منفصل سابق في مجلس الشيوخ. بدورها أعربت شركة بايت دانس عن أسفها من استخدام مجلس النواب الأمريكي غطاء المساعدات الأجنبية للتعجيل مرة أخرى بمشروع قانون حظر تيك توك ما من شأنه أن يسحق حقوق 170 مليون أمريكي في حرية التعبير. عودة إلى الخبر الأبرز في نشرتنا، حيث وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة الجهود الرامية لتحقيق تحسن مطرد في مسار توطين الصناعة في مصر، وذلك في قطاع النقل ورفع نسبة المكون المحلي من خلال تكثيف العمل الجاري لتقديم التسهيلات والتيسيرات اللازمة في هذا الصدد. جاء ذلك خلال اجتماع رئيس السيسي مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء لمتابعة الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية لمشروعات قطاع النقل، حيث اطلع السيد الرئيس على جهود تطوير منظومة السكك الحديدية وإعادة تأهيل وتطوير خطوط مترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى، فضلا عن مشروعات إنشاء وتحديث وتشغيل الموانئ على مستوى الجمهورية بالشراكة مع عدد من الشركات العالمية، وكذا بحث مستجدات جهود الحكومة الهادفة لتوطين الصناعات المرتبطة بقطاع النقل في مصر من خلال إقامة شراكات مع القطاع الخاص وجذب استثمارات خارجية في هذا المجال. كما وجه الرئيس السيسي بسرعة الانتهاء من إنشاء وتطوير الموانئ البحرية والبرية والجافة والمناطق اللوجستية لتشجيع تجارة ترانزيت وتنمية الصادرات المصرية، وصولا لتحويل مصر لمركز إقليمي للنقل وتجارة ترانزيت على نحو الذي يوفر المزيد من فرص العمل المتميزة للمواطنين ويدفع جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة. تواصل الدولة العمل على تحسين بيئة العمران من أجل تحقيق جودة الحياة للمواطنين المصريين، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتطبيقا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. وفي هذا السياق أكد وزير الإسكان عاصم الجزار أن خطة الدولة العمرانية هي بالأساس خطة اقتصادية وليست خطة للبناء فقط، مضيفا أن الهدف هو توسيع رقعة المعمور من أجل التنمية الاقتصادية. جاء ذلك خلال المحاضرة التي ألقاها وزير الإسكان بمقر جمعية المهندسين المصريين التي كرمته ومنحته العضوية الفخرية. We'll be right back.
أعلنت وزارة التنمية المحلية بدء الاستعدادات والإجراءات التنفيذية الخاصة بتطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء بالتعاون مع وزارات التخطيط والإسكان والعدل والزراعة، بما يساهم في تنفيذ توجهات الدولة نحو ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظات وتيسير الإجراءات على المواطنين، بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن. يأتي ذلك في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وتنفيذا لتكليفات رئيس الوزراء بالتيسير على المواطنين في جميع المحافظات في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. ختام النشرة تذكرة بأبرز ما جاء فيها من أخبار. الرئيسان السيسي وماكرون يشددون على ضرورة التوصل لتسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين. مصر تواصل فتح معبر رفح لاستقبال المساعدات الإنسانية والإغاثية وتسليمها إلى قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن استقالة رئيس المخابرات العسكرية على خلفية أحداث 7 أكتوبر. انتهت نشرة الثالثة من التلفزيون المصري. شكرا لكم وإلى اللقاء.